السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الهاتف. هنا في قناة الهاتف هنشرح كل ما يخص الهاتف، وهنا دلوقتي في الفيديو ده هنشرح ازاي نعمل جدول على برنامج الوورد من خلال الهاتف زي الجدول دوت، وممكن كمان نكبر الخلايا او الاعمدة نكترها كمان، كل ده من خلال برنامج الوورد. مش هنستعين باي برامج اخرى لعمل الجدول بكل سهولة ويسر. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وهسيب لكم في الوصف فيديوهات تعلم الوورد من الموبايل، هتلاقوها كلها في صندوق الوصف. ويلا بينا مشاهدة. هندخل على برنامج الوورد وهنجيب المستند اللي احنا عايزين نحط فيه الجدول، او نجيب مستند جديد من علامة الزائد. انا قبل كده شرحت برنامج الوورد، هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. هدخل على المستند الفارغ مثلا، وليكتب مثلا، هكتب هنا ايه في الصفحة الاولى بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان في التنسيق هنا هخليه في النص. انا طبعا هبدا ايه في عمل جدول على طول، بس عشان الصفحه الاولى ما تبقاش فاضيه. اوكي، بس نخلي العرض احسن من كده. اوكي، وهنفضل ننزل بقى ايه لغايه ما تجيلي الصفحه الثانيه. ظهرت الصفحه الثانيه، هبدا الكتابه مثلا. ثانيا جدول الامتحانات مثلا يعني. ونبدأ بقى ايه في الجدول، هنجيب من السهم ده اللي هو توسيع المزيد من الخيارات، هضغط عليه، وكلمة الصفحة الرئيسية بضغط عليها تمام، وهجيب ادراج وجدول. ادراج جدول، عندي هنا الجدول هو عايزة مثلا اضيف له عمود او صف مثلا، بعمل ادراج للأعلى وادراج لليسار، دفتر على طول ايه 3 تمام. طب ولو عايزه احذف، احذف من هنا حذف عمود، وكمان لو عايزه احذف عايزه احذف صف. اوكي، لو عايزه احذف الجدول اعمله جدول. وعندي هنا في شريط الاختصارات، ده اختصارات يعني اضافه عمود اهي، واضافه كمان مثلا من هنا اضافه لاعلى وتحت كده تمام. لو عايز احذفه خالص عندي هي العلامة دي، وحذف الجدول، وهعمل جدول تاني بأنماط مختلفة. جدول، وعندي هنا أنماط الجدول، أنماط الجدول فيها أشكال كتيرة جدا، نختار الشكل وليكن الشكل ده. هنا طبعا عايزة أضيف جدول، عايزة أضيف كمان هدوس هنا على اشعارات تمام، وضفت كذا عمود. لو عايزة اضيف صف كمان هضيف صف بالشكل ده كده، ضفت صف بقى 4 صفوف عندي. عايزة اقسم الخلايا مثلا، وليكن دي عايزة اقسمها اكتب فيها ايه حاجتين، هعمل هدوس هنا على السهم الصغير ده تمام، وتقسيم الخلايا اهي بقيت عندي الخلية الواحدة 2، يعني مثلا هنا اكتب الاول والدفعة تمام، واكتب بقى ايه الاسم مثلا ايه احمد محمد علي، لو حد بيتفرج عليا من نفس الاسم ده ومحظوظ كده، والاسم جه بالصدفة يعني. وهنا مثلا اكتب ايه المرحلة الاولى، وهكذا احنا اتعلمنا بقى ازاي نكتب على الوورد. ياريت ترجعوا للفيديوهات دي. كده بكل بساطة احنا عرفنا ازاي نعمل جدول، وكمان ممكن نضيف جدول تاني، يعني هنا في بقى تظليل بس دوت بيبقى بفلوس، احنا طبعا معانا ايه مجاني، هنعمل كل البحث بتاعنا بطريقة مجانية. اوكي ماشي كده، شكرا ليكم، واستنوني الفيديو الجاي. ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.